في وضع غير بريء ولا لا؟ غير بريء. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا فندم. ده كان مغمى عليها وانا كنت بفوقها، صح؟ في الحقيقه انا ما كنتش حاسه بحاجه، انا كنت مسخسخه. كنت ايه؟ مسخسخه. ايوه فندم، كانت مسخسخه. ليه يا شيخ؟ مسخسخه؟ شو بقى، بصراحه سعادتك احنا شبان زي بعض. هي اصلا كانت زعلانه مني وانا كنت بصالحها كده بوستين. يعني بوستين؟ دول قعدوا يراقبوكوا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع؟ واحنا قعدنا كل ده؟ انا ما كنتش حاسة بحاجة، انا كنت مسخسخة. كانت مسخسخة؟ عارف يعني ايه ساعة الا ربع يا استاذ؟ ومش عيب برضو حضرتك يتفرجوا علينا ساعة الا ربع؟ انا لو كنت في اوروبا انا كنت رفعت قضية على البوليس وكنت حبستهم. لا، خلي الحبس ده بقى علينا احنا المرة دي. ابوس ايدك يا سعادة البي، بلاش الحبس، بلاش الحبس، اعمل اي حاجة الا الحبس. انا بنت ناس. ايوه فندم، وانا كمان بنت ناس. ابن ناس. خلاص هفرج عنكم بكفاله لحين نظر القضيه. واحنا لو كان معانا فلوس كنا هنقعد على البحر برضه فندم. يفرج عنهم بضمان محل اقامتهم. اتكلوا على الله. روح يا شيخ، ربنا يخليك. ربنا ما يوقعك في دقيقه ابدا يا سعاده البيه. انت رجل، انت رجل، والرجال قليل. احنا لازم نتجوز. الشبكه والمهر عليكم، والنجف والمطبخ والستاير، ده غير الملبس والشربات. الله، ده ايه يا وليد؟ ده تعفيس بقى. الله، مش ابنك بيشتغل في المينا؟ ده غير ريع الدكان. ده قر بقى، قر يا اختي. طب ما بنتك موظفه وبتقبض قد كده غير شغلها في المدرسه. قولوا بقى انكم باصين لفلوس البنت، ناقص كمان انها تصرف على البيت. وما تصرفش ليه يا حبيبتي؟ مش كفايه ابني هيلمها بعد ما دارت معاها ايام وليالي؟ يلمها منين يا حسره؟ مش لما الاقي شقه الاول. والشقه لازمتها ايه يا غنايا؟ ما بيته مفتوح. اظن ما هتسكن معاكي. ايه؟ هو انا حاضر. فين البيره؟ ابخيت. ايوه بيره، بيره هنا، خمسه بيره. لم لسانك يا عزيزه. يا اختي لموا بنتكم الاول. خلاص بقى مدى عزيزه. اسكتي بقى يا مرات ابويا. يعني انت ارضيك الوليه دي تطول لسانها عليا؟ معلش معلش، استحملي عشان خاطر انا. نعم تستحملي. ده يا عمر. عمر زي بعض، ده هتردعلي. مالناش دعوه احنا يا بخيت. ايه يا اختي؟ ايه؟ مش عايزاه يدافع عن امه؟ اشترطيه من دلوقتي؟ لا لا لا، بلاش كده. بلاش شغل الحموات ده معايا، بلاش. نعم انت سكت لها بخيت؟ اضربها بالقلم قالت الادب اللي ما ترباتش دي. يا انتوش مين يا وليه؟ يا مجنونه انت؟ انا مجنونه يا بنتان، مجنونه. دي عشة فراخ. الله،
انت مش قلت مطرح واحد يكفي؟ بس المهم الشمس والهواء. ودي ايجارها قد ايه؟ ده عشان خاطركم انتوا بقى، ايجارها 250 جنيه في الشهر غير الخلوي. 250 جنيه غير الخلوي؟ ايوه. انا بقول بقى ناجل حكايه الشمس والهواء دي لبعدين، ونشوف مكان يسترنا لغايه ما ربنا يسهلها. هو بدروم بس دمه خفيف. اتفضلوا اتفضلوا. هو احنا لسه هننزل اكتر من كده؟ احنا عايزين شقه مش تربه يا معلم. تربه ايه؟ طلع اللي عايش فيك، وانت تقدر على ثمن التربه؟ اي اي سلامتك من قولت اي يا حبيبتي. انا بخاف قوي من الضلمه يا بخيت. خافي خافي ازاي وانا جنبيكي؟ يا مش هتسيبني ابدا. سيبك عمري ما هسيبك. انتوا بتحببوا ايه؟ فين الكنيف؟ فين الـ 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 الاوضه فين؟ شوف بقى الحكايه بسيطه قوي. هم بتوع المجاري هيجوا ينزحوا الطفح ده وكل شيء يبقى تمام. رايكم بقى؟ عجبتكم الشقه؟ في ايه؟ هي ما عجبتكمش ولا ايه؟ انا بقول بقى ناجل حكايه الجواز دي كلها لغايه الظروف ما تتعدل. لو هنستنى لغايه ما الظروف تتعدل يبقى مش هنتجوز ابدا. سيرها طفره موت يا حمار. انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا رجل المبادئ، صاحب المبادئ انتخبوه. الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، رجل المبادئ. هما الرجاله كده ما وراهمش غير النكد. العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفة اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه، العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ادروات ان 18 الشهر الجاي اجازه؟ اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين، بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه يخلي الناس تستربع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيان، مركز قباها وقيمه وسيمه. ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضره الوكيله استاذ عجيله، اعلان المحكمه ده جالك. عندي جلسه اداب الاسبوع الجاي، انا مضطره اخطب مدير المنطقه التعليميه واعتبر لنفسك موقوفه عن العمل لحد ما تخلص الحكايه دي.